أصدر الرئيس السيسي قراراً بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيساً لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة العامة المنتدب لمدة عام. كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بتكليف محمد مصطفى عمران قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة المقبلة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن محافظة الأقصر تمتلك مقومات كبيرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة، مؤكدة أن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل أولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية. أعلنت وزارة التعليم العالي أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 60,000 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد، مشيرة إلى أن الموقع مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى 19 من الشهر الجاري. أعلن وزير القوى العاملة محمد صعفان يوم الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية. استأنفت السلطات المصرية اليوم فتح وتشغيل معبر رفح البري استثنائيا من الجانبين، وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة. أصدرت السلطات اليابانية أوامر بإجلاء حوالي 160,000 شخص في جنوب غرب اليابان بسبب إعصار لوبيت، محذرة من تزايد خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات بسبب الإعصار. قررت اللجنة الأولمبية الدولية منح الوسام الأولمبي الذهبي لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا وحاكمة طوكيو يوريكي كوكي وسيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، وذلك لمساهمتهم في تطوير الحركة الأولمبية.